في أسئلة سريعة بالنسبة للمسبحة والعداد هذا الذي يستخدمه للتسبيح مشروع؟ نعم، بالنسبة للوسائل والأدوات حكمها حكم ما تصرف فيه، فالمسبحة حكمها حكم الساعة، كما أن الساعة تعرف بها الوقت فكذلك المسبحة تعرف بها. لكن تعطل بها سنة وهي عقد الأصابع. لا، عقد الأصابع هذا وسيلة، وهذه الوسائل بحسبها، فلا يقال انك اذا نظرت من خلال النظارات عطلت عينيك. مسؤولات ومستنطقات. اي نعم، هي تتحرك بالسبحة سبحانها تتحرك وحدها عزيز. وكذلك بالاحصاء. طيب، وانت الان اذا نظرت من خلال النظارات هل يقال انك عطلت عينيك؟ لا، وانما اخذت واسطة، اخذت وسيلة لمساعدة عينيك. بالمسبحة يقع به الفضيلة تحريك الاصابع. نعم، المسؤولات. نعم، فيه تحريك الاصابع وفيه الاحصاء، ومثل ذلك المسبحة الإلكترونية وغيرها، العداد أو غيره. نعم. طيب، وإن كان عدادا لا عمل لليد فيه، الشاشة مثلا يجري وأنت تسبح معه، تسبح بالشفتين فقط. نعم، يكون هذا وسيلة أخرى خلت منها الأصابع، لكن الأصابع هذه في تسبيح ما بعد الصلاة هي التي ورد استعمالها. وأبو هريرة رضي الله عنه كان له يسبح من نعم يتخذها، وكذلك عدد من التابعين. واصلا هل العدد مقصود بالدقة لما يقول الإنسان يريد يسبح 100، لو سبح 100 واحد أو 99 ضاع عليه الفضل؟ لا لا، لأن بعض ما حدد يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا من زاد، سبحان الله بحمده في اليوم 100 مرة، ذكر الفضل وقال لم يأتي أحد مثل ما جاء به. لكن بغلبة الظن أقصد، إلا من زاد. نعم، بغلبة الظن، لو غلب على ظنه أنه استوفى العدد وإن أخطأ فلعله يؤجر إن شاء الله. لكن المهم أنه الأفضل أن يأتي، أن من شأن العظماء إذا حدوا حدا أن يعد الزائد عليه مسيء للأدب، إذا كان ذلك حد غير لا يتجاوز، مثل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثا، سبحان مثل فلا يليق بزيادة الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته ثلاثا فلا يزاد عليه. نعم، كما لا يزاد على وقت أدبا فقط.